مما يكون في اليوم الآخر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، له حوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، الآنية الذي يغرف بها، من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، ترد أمته عليه الحوض فيسقيهم صلى الله عليه وسلم.